السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومكم كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن، اللهم أمين. ست الحبايب يا أغلى حبيبة عندنا في الدنيا، مع بعض كل يوم الساعة 12 بالظبط من السبت للخميس طول الأسبوع على قناة هي، التردد بتاعنا 11785. أرقام التليفونات بتنزل لكم على الشاشة، تقدروا تتصلوا بي عن طريق أرقام التليفونات وتتواصلوا معايا وتصبحوا عليا، وأحلى صباح وأحلى قلوب حمراء على اللايف على الفيسبوك على صفحة قناة هي، الصفحة الوحيدة والرسمية لقناة هي. مستنية أولا اتصالاتكم، وبعد كده مستنية كومنتاتكم الحلوة والقلوب الحمراء اللي بتفرحنا كده وبتدينا طاقة إيجابية من أول اليوم على اللايف على الفيسبوك على صفحة قناة هي، اسمها قناة هي بالعربي وجنبها هي تي في بالانجليزي. اللايف هو أول قلوب، لا ده أنا لازم أعرف مين أول ناس قاعدين كده مستنيين اللايف، ونفسي كلكم تبقوا كده. أم إسلام أول حد على اللايف، ما شاء الله، صباح العسل عليك يا أم إسلام، صباح الفل وصباح السعادة وصباح كل حاجة حلوة على كل عيون حبايبنا اللي على اللايف، وكمان حبايبنا اللي قاعدين دلوقتي قدام الشاشة. النهاردة بإذن الله فكرة الحاجة الحلوة اللي هنعملها من غير حاجة، يعني من غير ما تكلفنا، عندنا حاجة مكون في البيت لو بات بيترمي، فالفترة اللي احنا فيها دي ما ينفعش حاجة تترمي، مش هنرمي حاجة خالص. الفينو يا جماعة، الفينو لما بنجيبه طازة ينفع يتعمل سندوتشات لينا ولولادنا، نتعشى نفطر منه، يبقى موجود في البيت بالليل كده، أي حد جعان بيعمل أي حاجة في الفينو وياكلها وخلاص جبرنا على كده. لو بات لتاني يوم ما بينفعش يتعمل سندوتشات، بيفرول مننا، فبنعمل إيه؟ الحاجة الوحيدة اللي في دماغنا أو الحل الوحيد إن أنا أحمصه في الفرن وأطحنه وأعمله بصمات، ده لو أنا إيه قدرت يعني. يعني ممكن حد مثلا يقول أنا لسه هحمص في الفرن وأطحن والكلام ده كله، فالنهاردة الفينو البايت بدل لا قدر الله ونحفظ النعمة بدل ما يترمي وما يبقاليش ليه شغلانة عندنا، النهاردة هنعمل منه أحلى طواجن أم علي. ينفع الكلام ده؟ ينفع أعمل طاجن أم علي زي الجاهز بالظبط بتاع المحلات من الفينو كمان البايت؟ أيوة ينفع إن شاء الله، بكل المقادير اللي هنشوفها مع بعض، تمشي معايا بالمقادير وتمشي معايا بالخطوات بالظبط، كل التحضير يطلع لك أحلى طواجن أم علي. مفاجأة بقى، يعني هتطلع لك كده طاجن أم علي بسم الله ما شاء الله قنبلة، ده اللي هنشوفه النهاردة مع بعض. وكمان عندنا مفاجأة بقى من العيار التقيل في آخر الحلقة إن شاء الله. النهاردة هيكون معانا دكتورة مهمة جدا جدا، دكتور إنجي، دكتور إنجي جمال، أخصائية الصحة النفسية وأخصائية تخاطب، مهمة جدا جدا. سألتوني كتير، أنا ابني عندي، ابني مش عارفة أتعامل معاه، كل حاجة واخدها عند 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 عند، ويعيط ويصرخ ويترمي في الأرض. النهاردة نعرف لو أنتي ابنك من النوعية دي تعاملي معاه ازاي. مش بس كده، ده كمان مثلا لو ابنك ايه ابتدى كده، مش هنقول يكذب لان هو صغير مش عارف كذب، بس ما بيقولش الصراحة، ودي بقت تيمة عنده، كل ما تسأليه في حاجة ما يقولكيش الصراحة، نعالجها ازاي من وهو صغير علشان ما يكبرش عليها. سلوكيات كتير قوي بتبقى مش يعني مش تمام في اطفالنا وهم صغيرين، محتاجين تقويم شامل ليهم وهم صغيرين علشان يكبروا اصحاء نفسيين، يكبروا يا جماعه يخدموا نفسهم ويخدموا اهلهم ويخدموا المجتمع، بدل لا قدر الله لا قدر الله بدل ما يبقوا عاله على المجتمع. اي طفل اعرف منين، يعني انا شايفه ابني او بنتي قدامي، اعرف منين هم عندهم اضطراب نفسي، عندهم مشكله نفسيه، في سلوك فيهم غلط؟ كل ده الدكتور النهارده هتكون موجوده تجاوبنا عليه. حلقه مهمه جدا جدا يا جماعه، من فضلكم ركزوا معايا، اتصلي باختك، اتصلي بصاحبتك، اتصلي باي حد تعرفيه محتاره مع ابنها، ابنها مغلبها، بنتها مطلعه عينها، اتصلي بيهم قولي لهم الحلقه بتاعت النهارده دي ليكوا ولاولادكوا ولينا احنا كمان، مش شرط الا صغيرين، حتى لو عندك شباب كبار اتعامل معاهم ازاي في سن المراهقه، اتعامل معاهم ازاي وهم في ثانويه عامه وداخلين على امتحانات ثانويه عامه تبقى نفسيتهم سيئه جدا، اتعامل معاهم ازاي، اخليهم يدخلوا الامتحانات ازاي، حاجات كتيره قوي 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 هنعرفها النهارده من دكتور إنجي ان شاء الله لما تشرفنا في الحلقه. هنبدا بس دلوقتي بقى نسمي بسم الله ونقول مقادير طواجن ام علي وبعدين ندخل على التحضير. بسم الله، عندنا فينو بايت مش هعمل بيه حاجه، وشبعت فينو احمص واعمل بقسماط، هنلم الفينو ده كله البايت الناشف عندك وهنعمل بيه ام علي. فعندنا فينو وعندنا كمان
لتر لبن، وهنعرف واحنا شغالين قد ايه فينو على لتر اللبن. وعندي نص كوبايه سكر للتر اللبن، كل المقادير اللي جايه دي للتر لبن يا جماعه. هيتحط عليه نص كوبايه سكر، وهيتحط عليه معلقه كبيره مليانه هرميه دقيق، وبرده هنعرف ليه. وعندنا كمان فانيليا، اي مكسرات موجوده عندك، معلقه سمنه، معلقه قشطه، كل ده لو موجود عندك. اهم حاجه عندي السكر، نص كوبايه على لتر اللبن، ده كده مناسب جدا. معلقه كبيره دقيق، دي برده مهمه بالنسبه لي قوي، وفانيليا او ميه ورد او ميه زهر اللي موجود عندك هينفع ويشتغل. وحتى الفانيليا سايله او بودر برده هينفع، بس بلاش سايله. السايله يا جماعه اليومين دول في السوق نفاذه زياده عن اللزوم، بتكرف على الحلويات او المعجنات، فخليكوا في البودر. يعني البودر دلوقتي تمام زي الفل. طب امال ايه بقى اللي استاذ احمد جايبه لنا ده؟ انا شايفه فيه بسبوسه، فيه قشطه، هو ايه ده بقى؟ ما انت ما قلتيهاش في المقادير. دي بقى تقديمات القنبله، ما انا يعني مش هعمل لكم ام علي واسيبها في حالها كده، لازم اجر شكل ام علي، هجر شكلها ببسبوسه، بقشطه، بفاكهه، بصوص شوكولاته، زي ما هنشوف مع بعض. هو فين؟ واه بس هنحوله الوصفه من الاخر ان شاء الله. ايه اول حاجه بامر الله هنعملها في خطوات ام علي؟ بص يا ست الحبايب، بسم الله. اول حاجه انا عندي الفينو اهو ناشف، بايت من امبارح، قطعته كده سكينه، مقص، قطعيه بايديكي اي تقطيع عشوائي، المهم بس التقطيع يكون صغير، يعني ما تقطعيهوش عشوائي تقطيع كبير، اهو يكون صغير كده بالشكل ده، تمام. يلا اسئله حبايبنا على اللايف يا منى بعد اذنك. وناشف اهو، هنعمل ايه بقى؟ هديله كده نص تحميصه بس كده على النار. سواء طب مثلا حد يقول لي طب انا ما عنديش فينو بايت، يعني انا هبعت اجيب دلوقتي فينو طازه وهعمل الوصفه دي، ينفع؟ اه ينفع. برده هتجيبي الفينو الطازه وتروحي مقطعاه كده وتشتغلي زي ما هنعمل، يعني سواء بايت نشف عندك او لسه جايباه دلوقتي حالا للوصفه، هنعمل نفس الخطوات وهيمشي معاكي زي الفل. خلاص دي اول حاجه معانا. شوف بس الوك كده يسخن كويس قوي، هاخد معلقه سمنه ومثلا ايه عليها معلقه زيت كده عشان تحمر لي العيش على طول بالشكل ده كده يا جماعه. يلا بينا. صباح الفل، صباح الفل على كل حبايبنا على اللايف. بصوا بقى انا حطيت ايه، حوالي معلقه زيت على معلقه سمنه بالشكل ده اهو. قولي والله. طيب بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه انا هعمل ايه بس في الفاصل. انا كده حطيت ايه، سمنه على زيت، هحط الفينو كده بالشكل ده وهفضل اقلب فيه لغايه ما ياخد تحميصه كده حلوه، احط الكميه كلها مره واحده. ده اللي هعمله بس على ما هتطلعوا فاصل وترجعوا لي بالسلامه. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني حطينا معلقه سمنه على معلقه زيت ومسكنا الفينو كده حمصناه بالشكل ده لغايه ما سمعته ايه، بيخشول. يعني ايه بقى بيخشول؟ ده اللي هتكتبوه لي على اللايف دلوقتي، يعني ايه بيخشول. وبعد كده هسيبه في الهواء شويه، يعني هو دلوقتي حتى لو لسه طري بس شم النار وشم السمنه والزيت، اول ما تسيبيه دلوقتي في الهواء شويه هينشف. انا عايزه الفينو ينشف متحمص علشان ما يشربش اللبن كله اللي هنحطه عليه ويعجن. ده الفرق بين مثلا ايه عجينه الملفي اللي المفروض بيتعمل منها ام علي، في بيتعمل برده من الكرواسون، في الرقاق، في الجلاش. الفينو بقى دي فكره عبقريه، بس نعمل الخطوات دي، احمصه كده واسيبه في الهواء شويه. دي اول خطوه معانا. ده بقى دلوقتي يا استاذ احمد كده هنركنه شويه على جنب زي ما اتفقنا، ينشف ويتحمص معانا، يشم الهواء. الخطوه الثانيه اللي هي تعتبر بقى خلاص الاخيره، وبعد كده نلم الطواجن بتاعتنا. عندي لتر لبن، اتفقنا لتر اللبن هيتحط فيه ايه. هنجيب معلقه ونشوف لتر اللبن، هنمشي على المقادير بالظبط اللي احنا قلنا عليها. بص يا ست الحبايب، نص كوبايه سكر على لتر لبن على البارد. انا خدت الكازارولا اهي بعيد خالص عن النار. نص كوبايه سكر على لتر لبن على البارد، وعليهم معلقه كبيره دقيق هرميه كده. وما تقولوا لنا ليه بقى على اللايف كده، ما تقولوا لنا ايه معلقه الدقيق دي هتعمل ايه يعني. وادي
رشه فانيليا كده حلوه، وزي ما قلت لك ممكن ميه ورد وممكن ميه زهر. انا حطيت فانيليا وهحط كمان سنه ميه زهر. بصوا حاجه بسيطه كده اهي، على جمال ام علي بقى بالاتنين دول، الله اكبر عليها. يعني لو عندك الاتنين ما تبخليش، حطي الاتنين، حطي الفانيليا وحطي ميه الزهر، وشم الريحه اللي طالعه بقى، الله اكبر على جمالها ما شاء الله. هدوب كله كده على البارد كله بقى، اللي هو ايه نقول تاني لتر لبن، لان هي الخلاصه كلها هنا. ايا كان اللي هتعملي بيه ام علي، هنا الخلاصه. لتر اللبن اتحط عليه نص كوبايه سكر بتبقى مظبوطه جدا، واتحط عليه كمان معلقه كبيره دقيق، واتحط عليه فانيليا، وانا من عندي كمان رحت مزوده كده نقطتين ميه زهر كانت موجوده عندي في الثلاجه، واقلب كله على البارد، وناخد كله بقى على عين البوتاجاز. استاذ احمد نزل لكم المقادير كلها اهي على الشاشه قدامكم. شكرا يا استاذ احمد، والله يعني ربنا يخليك. الناس اللي ما بتلحقش بقول لك، بص احنا مهما هننزل المقادير برضه هنلاقي حد يقول لك ايه انا ما بلحقش، انا ما بلحقش. يا جماعه المقادير بتنزل لكم كل شويه، استاذ احمد الله يبارك له، يعني اكتر حد ممكن ينزل المقادير، ممكن يهتم بكل كومنتاتكم والله. عايزه بقى دعوه حلوه كده للاستاذ احمد حسين وابنه مالك كمان، دعوه حلوه كده يا جماعه على اللايف بقى لمخرجنا الكبير. بص الله يخليك. بصوا يا جماعه ناخد بقى كل الموضوع ده كله، اللبن بكل المكونات دي على النار كده اهو، وانا حاطه جنبه السمنه بس ايه تسخن شويه، لان طبعا هنا التكييفات عاليه جدا، فالسمنه على طول قفشت، عايزينها بس ايه تسيل كده شويه، وهنعرف ليه دلوقتي. طبعا ام علي زي الرز المعمر بالظبط، يعني ام علي لازم تكون دسمه، تاخد سمنه، تاخد زبده، تاخد قشطه، ده طعم ام علي الاساسي اللي انتوا بتحبوه بتجيبوها من بره. غير كده الطعم هيبقى فقير جدا، يعني الطعم عشان يبقى غني قوي لازم تبقى قويه، يعني لازم. يعني انا دلوقتي حمصت العيش، سيبكم من تحميص العيش، انا دلوقتي هنا اللبن حطيت فيه سكر ودقيق وحطيت فيه فانيليا وميه زهر، وهيتحط فيه كمان دلوقتي لما يبتدي يسخن شويه حته قشطه، غير القشطه اللي هتحط على الوش. فمعلش سامحوني، اللي بيحبوا ام علي عارفين الكلام ده كويس قوي، يعني عارفين ان هي لازم تبقى كده ايه دسمه. بصوا اول ما يغلي معانا هتلاقي قوام اللبن الخفيف ده اختلف شويه، هتلاقيه سنه تقل، وده المطلوب من معلقه الدقيق اللي حطيناها على اللبن عشان تديلي حاجه زي بديل الكريمه. يلا. نعم؟ لا ايمان بتقول ايه؟ ما سمعتش كويس. تحرق الطواجن؟ طواجن جديده يعني يا ايمان؟ احنا قلنا قبل كده حبيبه قلبي هتدهنيها سمنه بلدي ولازم بلدي. طب ما عنديش بلدي، عسل اسود. يا سمنه بلدي يا عسل اسود، تدهني الطواجن من جوه كويس قوي، وبعدين تدخليها الفرن على اعلى درجه حراره. لازم السمنه او العسل الاسود يتحرقوا جوه الطاجن عشان يسدوا كل المسام بتاعه الطاجن، ويبقى كده صحي، الفخار صحي، تستعمليه بمنتهى الامان ان شاء الله. بصوا كده عملناها، حتى التجربه دي عمليا كده مليون مره. كده اللبن ابتدى يدخن، يعني ابتدى يسخن معانا. هنا بقى هروح جايبه معلقه قشطه اهي، واروح حطاها جوه اللبن، واقلب قلب قلب قلب، خلي اللبن يغلي علشان الدقيق يستوي جواه، وكمان معلقه القشطه دي تسيح وتدي دسامه حلوه للبن. الطريقه دي حتى لو اللبن لبن شركات، لبن علب عادي، الطريقه دي بتخليه شبيه بالكريمه. معلقه القشطه مع معلقه الدقيق، يبقى ايه بقى ام علي من العيار التقيل ما شاء الله. بصوا كده ونقلب لغايه بس ما ياخد ايه قوام، يغلي غلوه واحده بس، في الحاله دي هيبقى خلاص زي الفل. بصوا يا جماعه اهو الفينو كمان ميزته ان انا ما بملاش بيه الطاجن، يعني انا بحط يا دوبك كبشه فينو بس كده في الطاجن، وعلى ما بتتشرب القوام بتزيد معانا وبتملى الطاجن. قولي يا منى. وبيسالوني قال، ودي محتاجه لسؤال، منى بتقول لي بيسالوكي على اللايف العيش قد ايه بالنسبه للبن. هنشوف دلوقتي واحنا بنحط الطواجن هعرفكم هي ايه نسبه وتناسب كده.
يعني دلوقتي مثلا ما اقدرش اقول لك ايه لتر اللبن ياخد مثلا ايه 5 ترغفة فينو، لا ملهاش كده، هي لتر اللبن ليه كل المعايير اللي احنا حطيناها دي بالظبط. طب لو انا هعمل طواجن كبيره مثلا رمضان داخل، كل سنه وانتم طيبين، وعايز اعمل ام علي بالشكل ده للضيوف، كل ما تضاعفي اللبن ضاعفي كل المقادير اللي حطيناها فيه. يلا بينا، ابتدى يغلي اهو، يلا يا قمر، يلا يا حلو. بالشكل ده اهو، اصبري عليه خليه يغلي علشان الدقيق يستوي، ولازم ايدك تفضل فيه علشان لا قدر الله ما يشدش منك من تحت، يا دوبك غلوه بس. او ابتدى، انا حاساه تحت المضرب بيبتدي يتقل، حتى ابتدى القوام يا استاذ احمد، مش عارفه باين عندك ولا لا، هيبتدي القوام كمان يختلف شويه اهو. طبعا هو خد وقت على النار لان احنا لازم كل ده ندوبه على البارد يا جماعه، على البارد يا حبايب قلبي، على البارد تاني يا ست الحبايب علشان الدقيق يدوب وما يكلكعش منك. هجيب بقى الطواجن عشان بس نسعف الطواجن الحلوه دي، وهنعمل بقى نشوف هنعمل ام علي ازاي بمنتهى البساطه بامر الله. اهو جبت لكم طلعت لكم الطقم ده من النيش اهو يا استاذ احمد، معلش يعني معلش، لازم لا لا لازم تدي له حقه، ده طقم غالي يعني. ورينا الصرف يا باشا. كده خلاص اللبن قرب يغلي اهو معانا، كل ما تروحي تعملي اي حاجه تروحي جايه مديه تقليبه. ها يا حبايبنا بيقولوا لي ايه يا منى، يلا قولوا لي كده، بصوا قرب اهو، هو ايه مش بيتقل يختم زي المهلبيه، لا هي معلقه الدقيق على لتر اللبن بتخلي القوام الخفيف بتاع اللبن يتقل سيكه، وده اللي مطلوب. يعني عايزه اقول لكم حبايب القدام، عارفين دي تكه حصريه من سنين السنين معانا في ام علي، قلت لكم قبل كده الحركه دي معلقه دي بتدي بتخلي الطاجن كله كانه كريمه، كانه معمول بالكريمه بالظبط، مع القشطه اللي دابت. بصوا عمل لي وش ازاي اهو، وابتدى يغلي اهو، حلو قوي. ها يلا انا بس ايه بخف ايدي عليه عشان يغلي عشان نخلص، ولازم لازم تكوني محضره الطواجن بتاعتك، لازم اللبن ده ينزل من على عين البوتاجاز تصبيه على الفينو على طول. بصوا اهو على ما يدي غلوه، تعالوا بقى ايه نحضر الطواجن. هناخد كده من الفينو يا دوبك تلت الطاجن بس في الفينو، لانه بيزيد يا جماعه. بصوا كده، والتحميصه بقى بتاعه الفينو دي بتدي طعم ما شاء الله عليها. بصوا كده اهو، وبعدين في كل بقى ايه طاجن كده هنروح حاطين شويه اهي. يلا حبيبه بتقول تغسل الطاجن الاول قبل ما تحرقه، ماشي مش فارقه يا حبيبه، يعني مش فارقه تغسليه او على طول تتعاملي معاه، امسحيه بس مسحه من التراب، انت كده كده هتصبينيه تصبين كامل بعد ما تحروقي فيه السمنه او العسل الاسود. ما شاء الله ما شاء الله. بص يا استاذ احمد عايزه اوري لك حاجه بقى توريها لحبايبنا. بصوا يا جماعه المفروض ان ده لبن علب، يعني المفروض ان ده لبن شركات، لبن علب عادي مع معلقه الدقيق ومعلقه القشطه اتحول لي للبن دسم. بصوا شايفين وش اللبن باين يا استاذ احمد معاك، بصوا شايفين الفوم ده، شايفين الجمال بتاع اللبن وحلاوته زي العسل اهو، حاجه بسيطه جدا جدا لكن اتحولت معايا لحاجه غنيه وقيمه جدا. اي واحده فينو بقى، انا شفت واحده فينو على الشاشه دلوقتي محروقه، ممكن نشيلها فين، مش عارفه كانت فين، مش تقولوا لي، مش تقول لي يا محمد يا سيد، شكرا قوي شكرا قوي يا محمد يا سيد، الاهتمام ما بيطلبش، متشكره ليك قوي عشان تجيب لي فينو محروق وما تقوليش، انت من الاعداء يا محمد يا سيد. ماشي كده، بعد كده اي مكسرات موجوده عندك، قبل المكسرات الاول هناخد كده ايه يا دوبك كده كام، يعني كام نقطه سمنه سايحه كده على فينو، زي ما اتفقنا أم علي لازم تبقى دسمة، لازم تبقى قوية عشان طعمها يطلع حلو. خلاص كده، وبعدين أي مكسرات عندك، أنا مثلا عندي زبيب وعندي سوداني،
اي مكسرات بقى، ولو عندك كمان جوز هند برضو بيبقى جميل في ام علي. طبعا الزبيب والمكسرات ان شاء الله باذن الله هيبقى كده كده موجود عندنا في رمضان، فتقدري تعملي الوصفه دي بمنتهى الجمال اللي في الدنيا. بصوا كده اي نوع مكسرات. وبعد كده بقى يا ست الحبايب نجيب بقى كبشه حلوه ونصب وبصوا قوام اللبن وهو نازل، مش هو قوام اللبن الخفيف، شايفين اهو، بصوا كده. وفضلي ايه هبطي كده في الفينو كده، شايفين البقليل اللي بتطلع دي، البقليل اللي بتطلع دي كده الفينو بيتشرب من اللبن، بس مش هيتشرب يعجن عشان انا عاملة قوام اللبن تقيل عليه. بصوا يا جماعة اهو، وتسيبيه شوية. بصوا ابتدى يهبط ازاي، نفس الحكاية هنا اهو، يعني مش هندخلها الفرن على طول، لا هنسيبها شوية، هتلاقي الفينو ده اتشرب بقى وابتدى يهبط كده، واللبن عمل لي وش حلو قوي على الفينو. يعني بصوا هو دلوقتي ايه، قولي لي تاني كريستين، عايزة بودرة الهوت شوكليت عينيا. يا سلام يا كريستين، ده انت بصي جيتي في ملعبي. حاضر، يلا يا منى اكتبيها في الخريطه، ويلا ان شاء الله في الجدول اللي جاي. بصوا بقى كده يا جماعه، يعني ما تعايريش اللبن دلوقتي لان الفينو لسه طبعا متحمص وناشف، فبيهيش لفوق بيبقى مليان هوا، فانا افضل كده اهبط فيه وهسيبها شويه لغايه ما تلاقي الفينو ده كله اتشرب الخلطه الحلوه اللي عملناها، وعمل لك وش لبن جميل اهو. بصوا نرجع تاني نكمل، شوفوا بقى الجمال ده، ده كده خلاص الاولاني ده الفينو اهو على طول اتشرب وهبط معانا، بس هيفضل ايه، هيفضل كده محتفظ بشخصيته يا استاذ احمد، الكلمه اللي انت بتحبها، هيفضل كده ليه شخصيه حلوه كده بالشكل ده. بس يا ست الحبايب اهم حاجه تسيبيه شويه، يعني حوالي 10 دقايق كده هتلاقي الفينو ده كله نزل لتحت، ما تحكميش عليه دلوقتي، هو لسه دلوقتي ما تشربش كويس اهو يا جماعه. ده الشكل الجميل بتاع ام علي بمكون، يعني ولا كانه موجود يعني ولا حاجه. وبعد كده بقى المفروض بقى الحركه بتاعه القشطه دي ما تبقاش دلوقتي، يعني المفروض نحط القشطه عليه بعد ما نسيب الطواجن شويه تتشرب، بس طبعا انا ما عنديش وقت وعايزه اوريكم الفكره، فهروح واخده كده معلقه قشطه حطها كده على الوش كده في كل حته، وهتدخل الفرن يا دوبك بس تاخد غلوتين، والوش يا دوبك يكون تاخد وش بس ونطلعها على طول، ما تسيبهاش تغلي على النار من تحت كتير، لو سبتيها تغلي على النار من تحت هتنشف، احنا عايزينها طريه كده، فيا دوبك تدخل الفرن تاخد وش ونطلعها كده طريه زي ما هي، عمر ما الفينو هيتشرب كل اللبن ده ولا عمرها هتنشف منك زي ما ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع نشوف الطواجن بتاعتنا طالعه من الفرن عامله ازاي، وهنحولها بقى لقنابل موقوته ازاي، ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. فاصل قصير بس هو قناه اتغير. اهلا بيكم بعد الفاصل. اللي احلى مليون مره من ام علي واللي عملناه والبسبوسه والقشطه والحاجات اللي هنعملها دي كلها، وجود الدكتوره الجميله معانا النهارده دكتور انجي جمال اخصائي الصحه النفسيه، اللي زي ما قلت لكم لازم تنور لنا النور لحاجات مهمه جدا. ست الحبايب اللي طالع عينها مع اولادها، ست الحبايب اللي مش عارفه تفرق ابنها كده طبيعي ولا لا قدر الله عنده مشاكل نفسيه ولا، تعالوا بقى النهارده نرحب بدكتور انجي. اي اسئله عندكم يلا اكتبوها لنا دلوقتي على لايف الموبايل في ايدي، هنقرا على طول كل اسئلتكم ودكتور انجي ان شاء الله تجاوب عليها. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا شيخ، نورتينا. اهلا، انت منوره والله. يا رب يخليكي، والحمد لله على السلامه. انا عرفت ان انت جايه من اسكندريه، طريق مرسي طويل. ميرسي والله، كان طويل النهارده، تعبتي نفسك عشان انا فرحانه شفتكم والله. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك. بصي بقى يا ستي، قبل ما نبتدي بقى نزوق ام علي ونحولها لقنابل، هنفطرك ام علي النهارده. يا ريت. اول سؤال بيجي في بالنا،
يعني انا ده هسال حضرتك انا كأم. اه طبعا. انا شايفه ابني دلوقتي في مشاكل، فانا مش عارفه في سنه ده المشاكل دي طبيعيه ولا هو عنده اضطراب نفسي مثلا. اعرف ازاي؟ اكشفها ازاي؟ هو سن المراهقه عامه ببساطه جدا تغيرات الفسيولوجيه بتاعتنا بتخلينا نشعر ان ابننا عنده اضطراب نفسي. يعني سن مراهقة بيمر بتغيرات فسيولوجية. يعني ايه فسيولوجية؟ الجسم نفسه بيتغير، التركيبة بتتغير، العقل بيتغير وبيبتدي ينتقل من مرحلة لأخرى. دايما بيبص للأم على انها ست مش أم، بمعنى هو راجل. فبتبدأ نظرته تختلف عن ما كان طفل. ما تمشيش كلمتك عليا، ما تزعقيش، صوتك ما عايز يتأخر، على انها مش أم، عايز يمشي مع الصحاب اللي هم عايزينه. صح، دي حقيقة. انا بالمختصر المفيد بقول لأي أم نصيحة، بصي على مرحلة ما بعد، ما تبصيش مرحلة انت فيها. يعني انت في سن طفولة ابنك، لا بصي على المرحلة اللي بعد اللي هي مرحلة المراهقة، عشان بيجي لي امهات في سن ابنهم في سن المراهقه يبداوا يشتكوا. لا تعالي بقى من قبلها. تعالي على فكره يا دكتور. من قبلها المراهقه عندي بتبقى ثلاث انواع المراهقه. في مراهقه سلميه، انسحابيه، عدوانيه. سلميه بتمر بسلام، يعني المرحله بتمر جميله قوي وبسلام مفيش مشكله. نيجي للمرحله العدوانيه، هنا بيبقى هو عدواني، يعني عدوان لفظي او مادي، يعني ممكن يكسر حاجات، ممكن يعمل اي حاجه، هو هنا في مرحله مراهقه عدوانيه. مرحله بقى انسحابيه بينسحب. طب نعمل ايه؟ ازاي نصاحبهم ويوافقوا على ده؟ احنا عندنا مرحله الطفوله ما عملناش فيها اي اعداد لمرحله المراهقه، وبقينا في المراهقه. استني بقى، احنا كده معنى كده ان الموضوع بيبدا من قبلها أطفال. من قبلها 5 سنين الاولى للطفل بيبدا يتشكل فيها شخصيته. فمن هنا كمان بنوه عن شيء، اوعي الضرب، اوعي النقد في الـ5 سنين. انا بتكلم عن حاجات الشكاوي كلها بتجيني منها، كل الحالات بيجي احنا بنضرب ابننا جامد. احنا بنهينه وبننتقده قدام خالاته وعماته والعيله والاسره والاصدقاء، دايما نقد. يعني لو طفل بيكذب، ده كذاب، اوعى تعمل معاه. طفل في مرض، في اضطراب بيمر بيه الطفل، السرقه ده ممكن يعدي منه بسلام. الام بقى بتشوفها جريمه ان هو سرق، طبعا لازم يتعاقب. بس انا نفسي الوقت يسمح اني افسر كل حاجه، لكن انا عايزه على السريع عشان عارفه ان الوقت مش سامح لينا. يعني ما ينفعش مثلا اقول له عيب كده، ما تعملش كده تاني. ازاي؟ لازم نعاقب، بس عقاب ايجابي وليس سلبي. ازاي؟ انا هيتقول لي يعني ايه عقاب ايجابي؟ انا اول مره اسمع الكلام ده. احنا كلام انشا، التربيه الحديثه اللي احنا مش عارفين نطبقها خالص. كده كلام انشا يا دكتور. طب فسر لنا عقاب سلبي. انت بتضربي على طول على كل حاجه، لدرجه ارصى من الخد. انا بيجي لي الطفل من الرجل، مجرد ما حد يعدي من وشه فهو بيعمل كده، بيتقض. ليه؟ على طول بيتضرب او جبان، بيطلع بيبقى للطفل جبان. عارفين انتوا يا جماعه الطفل دايما عامل كده، دايما بيتخض من اي حاجه. ما هو ده من الضرب اول 5 سنين. قوي. طب لما بيتعبونا نعمل معاهم ايه؟ ممكن الواحد يضرب على مدار حياته مره اتنين، وده ضرب اسمه ايجابي اللي هو قليل، مش على طول. ده فرق بين الايجابي والسلبي. نقد ممنوع تماما. بينقاد وراء، عارفه رفاق السوق بقى في سن المراهقه يبدا هنا ينقاد وراهم، ما عندوش شخصيه. عارفه الجرائم اللي بنسمع عنها؟ يعني انا امبارح كل ما افتح على السوشيال ميديا الطالب يا عيني اللي اتقتل، والبنت حبيبه اللي قطعت قلبي، يا عيني ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، دعيت لها امبارح والله. ده سببه ايه؟ هل اتحول اللي عمل كده مجرم في لحظه؟ ها، التنشئة الاجتماعية. فخافي على ابنك، ربي كويس واعملي اللي عليكي، وبعد كده هو ربنا سبحانه وتعالى. يعني هو ربنا صح. عليه صلاح النفس بتاعت الطفل. بس اعملي اللي عليكي، اوعي تهملي. اتعلمي في اساليب حديثه للتربيه بتختلف عن الاساليب القديمه اللي انت اتربيتي عليه. عايزه اسال حضرتك سؤال مهم. اشمعنى، معلش يعني انا بكلمك ايه من بيت مصري، كل ام مصري اكيد طبعا، اشمعنى امهاتنا زمان لينا احنا كانت وهي قاعده كده مثلا عملت حاجه وتروح باصه كده خلاص سيبنا اللي في ايدينا وقعدنا زي الالف. انتباه. هنا دلوقتي بنقعد نزعق، بنقعد ونقوم نجري وراهم. امهاتنا ما كانش فيه الكلام ده، كانت من البصه، من الطقطقه، خلاص احنا قعدنا في مكان. ايه الفرق؟ تمام. السوشيال ميديا والتليفونات، انا بيجي لي مشاكل عند الطفل الغويه حواليهم بسبب اول حاجه بنعرض التليفون على الطفل. الام والاب هنا قدوه. ده في اطفال دلوقتي ادمنوا الموبايل يا دكتور، تعرفيش تاخدي الموبايل من ايد الولد ولا من ايد البنت. لازم نربي على مبادئ، شويه مبادئ كده هنتعب شويه في الاول. لان الطفل بيشد في سن المراهقه، عايزه اقول لك لابد انه يشد، يتغير شويه بس بيرجع تاني. تخيلي، يعني بيرجع لمبادئه اللي اتربى عليها. والله احنا معانا مراهقه من 11 ل 21 سنه. يبدا بعد كده
يرجع. انا اكلمك بناء على الحالات اللي بتجيني. خلاص دخل في مرحله الشباب، اصبح في نزعه دينيه لابد من هو صغير. النزعه الدينيه ده والام حامل بقول لها اسمعي قران، ربنا سبحانه وتعالى قال لك السمع والابصار، احنا السمع الاول، فاقول لها اسمعي قران. فلما تسمع قران هو الطفل يطلع بيحب سماع القران. الله. لكن اغاني طول النهار لابد من النزعه الدينيه اللي فقدناها، القران اللي شغال في البيت على طول، حاجات كتير. بصي هي موضوعات يعني كتيره. يعني الام بتبتدي دورها كام من وهي حامل، من وهي حامل مش بعد ما بتولد ويبتدي يكبر وكده، لا من وهي حامل. والتغذيه اللي هي بتاكلها ليها اثر على الامراض العقليه، ليها اثر على التوحد اللي بنغلب في امره دلوقتي. طبعا ليه عامل كبير في التغذيه. انتشر قوي يا دكتور، انتشر قوي بطريقه بشعه. ليه عامل كبير في التغذيه، ومش وراثي التوحد. طريقه بجد. ده لوحده يمكن بيبقى عايز موضوع اخر، لكن احنا بنقول مقتطفات من النصائح كده، يا رب اي حد بيسمعنا بيستفيد منها. طيب احنا معانا ام عمر على التليفون وعايزه تسال حضرتك سؤال. اهلا يا ام عمر. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا شيخ هاله. ازيك يا حضرتك؟ منورانا يا حبيبتي. تسلم ايدك. الله يخليك. الله يكرمك يا ام عمر، اتفضلي يا قلبي. تسلم يا رب، يبارك لك يا رب. اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اسال الدكتور سؤال. الدكتوره سؤال. اتفضلي دكتور انجي. معاكي سامعاكي. اتفضلي حضرتك. انا عندي ابني عنده سنتين، بعضهم بيتعصب. سن اصعب سن بيغلبنا، السن ده العنج اللي بيترمي في الارض ويتشنك ورجليه وايديه كده، صح؟ ايوه حضرتك كمان. وبيضربني، يعني مش انا اللي بضربه والله، ده هو اللي بيضربني وبيبص. قوليش كده قدام، صح غلط انها تقول كده قدام. العصبي دي منعيها. انت حضرتك بتتعصبي عليه اول ما يتعصب ولا انت بتتعصب؟ ايوه هي بتتعصب. انا هو عنده تاخر، يعني ما بيتكلمش لحد دلوقتي، ما نطقش، بيقعد على التليفون كتير. بتوريه الوسائل على التليفون، بيقعد لازم. صح، انت قلتي سن وديه يا ام عمر؟ انا سنتين. ايوه يا دكتور. ايوه عنده سنتين. سنتين. طيب في اي سلوكيات تانية عايزه تقولي لدكتور انجي عليها؟ ايوه حضرتك. قولي. يعني انا اعمل في ومش عارفه، يعني انا كده خلاص طبعا مش عارفه. خلاص ايه؟ لا ده لسه ده انت في اول المشوار. لسه بتقولي سنتين. اصبري يا حاج، انت اصبري. يا رب لو في حاجه ممكن اقدر اعملها له حضرتك، يا رب تقولي لي عيرتك. حاضر حاضر دكتور انجي. حالا هتقول لك. بصي هي دي مشكله. دي مشكله. هي دي 90% من الحالات. عصبي بيتعصب. اول حاجه الام قالت لك ايه؟ عصبي. اكيد وقعت جنبها. يا اما برضو بنمنع حضرتك انك تعبري عن عيوبه قدامه. صح. والله قلت كده. برافو. وما تقوليش قلت البنت مش عارف يتكلم وما تزعليوش. ما تقولوش انت ما بتتكلمش ليه زي فلان او زي اخواتك. اوعي تقارنيه بحد. في فروق فرديه بين الاطفال، ما ينفعش ان احنا نقارن بينه وبين اي حد. سواء اخوه او اي حد. طيب يبقى ما نقارنش، ما ننقدش. عملية تعزيز، عزيزيه، يعني عمل حاجة كويسة ابدأي عزيزيه، تعزيز إيجابي. حلو. وتعزيزك يكون فوري وصادق. يعني إيه فوري؟ ما تغيبيش عليه في التعزيز. ويكون صادق، يعني ما تكذبيش عليه. أنت قدوة بالنسبة له. يعني عصبية. إيه ما تكذبيش عليه؟ يعني ممكن أقول حاجة مش هقدر أعملها له. أنا هخرجك بكرة وأنا مش قادرة أخرجه. يبقى أنا كذبت عليه، أصبح هنا مش هيصدقني والتعزيز مش هيهمه بعد كده. يبقى صادق وفوري. الكلمة اللي أقولها له يعني مثلا لابد. هنجيب كذا يبقى هنجيب كذا. هنخرج يبقى هنخرج. وتكوني صادقة معاه وأنت قدوة ليه. اتعصبتي وهيتعصب. حكيتي عنه إن هو عصبي، انسي مرحلة الشباب وهو عصبي. هيفضل عصبي. ما تقوليش عصبي، قولي له برافو عليك، ده انت برافو، انت النهارده يعني اي شكر، يعني زي ما بيقولوا كده، ده طفل صغير هتبداي تشكليه. وكويس ان هو ما تمش الخمس سنين. ابعدي عن وسائل التواصل، ابعدي عن الموبايل. ليه بقى؟ والتلفزيون والكرتونات والحاجات دي. هنا الطفل بيعمل عمليه استقبال وليس ارسال. فالاستقبال بيعمل ايه؟ بيقلل الحصيله اللغويه عنده. فاحنا هنا محتاجين شويه حصيله لغويه. لو اتاخر عن كده شويه كمان، مثلا كام شهر كمان، انصحك تتابعي مع اخصائي تخاطب علشان العمليه ما تزيدش معاه. ولو انت شاطره قوي في البيت، هاتي الرسومات، هاتي الكروت اللي فيها. الطفل هنا بيتعلم بالصور، خلي بالك الطفل بيتعلم بايه؟ بالصور. يعني اول ما تبداي تعلميه، عايزه تعرفيه شكل الطماطم، الخيار، الخضار، بتبداي تجيبي له صور. بالصور. صور. والصور بيتعلم بيها حلوه قوي. بتسمعيه اصوات بتتكلم عن، يعني انت وشطارتك دي عمليه فن منك. ابداي نطقي الكلام في البيت. انا بقولش وديه على اخصائي بسرعه، لا، تابعي انت، حاولي معاه في البيت الاول. لو جاب نتيجه معاكي حلوه قوي، ما جابش نتيجه عدى عليكي 3 شهور كمان 4 شهور، ابداي تواصلي مع الاخصائي. طيب دكتور سؤال مهم بقى. اتفضلي. دي تجربه شخصيه. بصوا يا جماعه ما تضحكوش،
انا كنت طول عمري بشوف ايه مثلا في اي مول ولا كده الطفل اللي نايم على وشه في الارض وبايديه ورجليه ومامته مش عارفه تتصرف او طخ بالقلم على وشه عشان يقوم اقعد اقول لا ما تتعاملوش كده. فلفت الايام لقيتي وانا اتحطيت في الموقف ده مع حفيدتي. حفيدتي اولا عصبيه جدا جدا وعناديه بشكل فظيع. بس ده ورث يعني العند ده الحاجات دي وراثيه. فكنا في مول مليان ناس وشبطت في حاجه معينه ولا مش هيقول احنا قلنا لها لا دي مش هتنفع مش بتاعتك مستنك. عملت نفس الحركه نامت في الارض وترفيز بايديها ورجليها وطبعا ايه انا الشيف هاله فالناس عرفتني فرايحين جايين انا موطيه يا بنتي قومي يا بنتي احرجتيك برستيجي بقى في الارض يا بنتي. وهي ابدا في الحاله دي نعمل ايه بقى؟ هقول لك العناد طبيعي في سن الطفوله العناد العدوان كل ده طبيعي لحاجه معينه مش طبيعي انه يزيد عن حده. فتيجي الام هنا للاسف بتحوله لحاجه مرضيه زي ما قلت انت هتبداي تعاقبي عقاب شديد عليه فهيبدا يعمل عدوان تاني اكتر من اللي هو عمله. يعني لو ضربنا وزعقنا وشتمنا لازم نتابع الموقف بهدوء شويه وفي نفس الوقت في زعل انا زعلانه منك انا مش بكلمك عشان انت عملت كذا عشان انت ترميت في الارض علشان انت ده ما يصحش ان احنا نعمل كده بس اما يهدى مش في ساعتها هو مش هيسمع كلامك. طب في ساعتها ايه ضرب. حل سريع يفوقه او يفوقها من الحاله اللي هم التشنجيه والعند والعياط كده. انت ما هي دي مش مره واحده ما هو الطفل بيبقى عنده زي تراكمات كتيره فبدا دخل في الحاجه دي بناء على تراكمات. ما احنا في الطبيعي بنزعق وبنشتم وبنضرب وبنهزقه طول الوقت وما بنجيبلوش حتى حاجه مكافاه ليه فهنا هو تراكم عليه. فنيجي بقى عايزين برشامه فوريه خلصينا من الواقعه دي. فاحنا هنا الواقعه دي حصلت هنبدا نتعامل بهدوء جدا وناخد بالنا بعد كده ان احنا نتعامل معاه بهدوء بلاش عصبيه ما ننتقدوش ما نضربش ما نزعقش وناخده نفسحه فسحه حلوه كده. واثناء الفسحه الحلوه بنقول له خلي بالك اللي حصل ده ما يحصلش تاني عشان ده غلط والناس اتفرجت علينا ونبدا نتعامل مع الموقف بشويه هدوء بسيطه جدا. طبعا الامهات انا عارفه ان العصبيه ما هي هتعصب اتعصبتي عليه قوي هو هيفضل يتعصب عليه. هي بس المشكله انت عارفه بيبقوا في الشارع في وسط الناس طبعا إحراج. انا اتحطيت فيها والله يعني مش عارفين نتصرف ازاي اكيد ما طب انا حبيبتي طب انا تيت هي مش شايفه قدامها يعني هي مش شايفه قدامها بتدخل في في, في عياط وصريخ ومش هي بس يعني عارفه بعد ما مشينا شويه اتفاجئت ان في اطفال كتير عاملين كده في اهاليهم. العدوان طبيعي في السن ده والله طبيعي والله طبيعي بس بلاش نزيده. مين اللي بيزوده الطفل ولا احنا؟ احنا الام هي اللي بتزوده تخيلي يعني هو ده طبيعي عنده. تاني بقى يا دكتور عشان الناس طالبه على اللايف ان حضرتك يكون في لقاء تاني وتالت كمان فمعنى كده ان هم ما شاء الله يعني مستفيدين بالفقره يا رب مستفيدين وفعلا يا جماعه ان شاء الله. بس ان شاء الله بقى دكتور انجي تبقى معانا ان شاء الله من اول الحلقه بقى وعايزاكوا ساعتها تكتبوا لي كل المشاكل اللي بتواجهكم اكيد كلنا عندنا أكيد مشاكل كتير قوي مع اولادنا أكيد. فحضرتك توعدينا بقى إن شاء الله بلقاء تاني الله. نتكلم فيه عن كل المشاكل. يسعدني والله. طيب بسرعه كده يعني قبل ما نختم فقرتنا لغايه 5 سنين بسرعه كده اتعامل صح مع ابني او بنتي ازاي؟ ابدا استعد اول حاجه المرحله القادمه اللي هي سن المراهقه. احنا معانا المراهقه لسه من 11 سنه بس ابدا اتعامل معاه يعني مثلا اسس صح ازاي يعتمد على نفسه شويه اوكل له امور بسيطه يعملها. يعني ايه امور بسيطه يعملها؟ ناولني دون تعالى اعمل معايا تعالى ساعدني ايه رايك كلمه ايه رايك دي اوعي تنسيها حطي تحتيها 100 خط بتكون يطلع عنده شخصيه. ايه رايك نروح هنا ولا نروح هنا وسيبي له هو حق الاختيار. انت بتفتحي مجال معاه وبتوسعي مداركه ان هو هنا يبدا يختار بلاش تفرضي عليه لبسه وتفرضي عليه كيانه كل ده هيطلعه منك لما يكبر وهيبقى شاب هيبدا يخلص. يعني الضرب ده لما بيكبر بيشت خالص وبيبعد فدي مشكله عظيمه جدا فمن هنا اي حاجه بنعملها دلوقتي مع اطفالنا بنتابعها بعد كده. طيب احنا بعد كده ان شاء الله الحلقه الجايه عايزين نتكلم بقى على ولادنا اللي دخلوا سن المراهقه اللي هيشتوا مننا دي بصي كارثه. وعايزه اقول لك يعني يمكن كل مثلا كام بيت فيهم بيت شاب ماشي بدماغه مش عايز يسمع كلام حد مطلع عين اهله بمعنى اصح. بس بلاش الحكاوي ارجوكم قدامهم اللي هو لا الام مثلا تقول له زي زمان احطك في اوضه الفيران هيطلع لك انا كان عندي طفل هضحكك يقول لي انا هو بيبص في المرايه كتير مامته قالت له ايه هيطلع لك عفريت من المرايه بقى يبص اكتر. ف
فقلت له يا حبيبي انت بتبصي ليه؟ قال لي يا دكتور انا مستني العفريت يطلع لي. يا نهار ابيض تخيلي والله. قلت له لا انت مش هتكبر كده، هتفضل صغير. طب ما تيجي نجرب ما نبصش في المرايه، احنا هنكبر وهنكبر. الولد ما بصش بعدها في المرايه، عالجتي له الموضوع؟ قالت لي انت عملتي ايه؟ قلت لها بمنتهى البساطه، لما انا اسطوره قصه خياليه هو كده هيسرح مني اكتر. ده واقف يبص في المرايه يقول لما يطلع لي العفريت انا مستني هفضل مستني العفريت يطلع. فهنا الكلام البسيط اللي احنا بنقوله ناخد بالنا. انا هجيب لك مش عارف ايه، العفريت هيطلع لك لو ما عملتش كذا حيعمل. بلاش الحكاوي دي خالص، منحها تماما. لا احنا ان شاء الله لقاء تاني يبقى باذن الله من اول الحلقه نتكلم على كل ده. يعني احنا كل كلمه حضرتك بتقوليه احنا محتاجينها بجد. فاشكرك يا دكتور يا وعلى وعد ان شاء الله يبقى لينا حلقه من اولها باذن الله مع بعض. شكرا يا دكتور. يلا بسرعه يا جماعه على قناه بالام علي اللي موجوده قدامكم دي، هتطلعوا فاصل وترجعوا لي نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. يا جماعه اي حد هيتعامل معاها هيعرف انا بحبها ليه. يعني انا بحبها لشخصيتها، لجمالها الداخلي اولا، غير طبعا جمالها الخارجي يعني اللي ما شاء الله منور. يعني النهارده منوراني خبيره التغذيه العالميه، وحطوا مليون خط تحت العالميه، وانا بالذات لما اقول لكم على حد العالميه تعرفوا انها واصله لمرحله حلوه قوي، يعني واصله لحته جميله. الحالات الصعبه جدا، الاوزان الخاصه، اللي ما عندهاش مشاكل، ماشيه كده في عالم التغذيه زي القطر. انا على طول بعد كده لكم زي القطر على طول. منوراني النهارده خبيره التغذيه ريم غانم. ازيك يا ريم؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله. بعد التقديمه ولا قبل التقديمه؟ لا عامله ايه، خليها بعد التقديمه. بعد التقديمه زي القمر، زي الفل، فرحانه قوي بالتقديمه. طول عمرك يا ريم، وطول عمري بقول لحبايبي ريم اهي من كام سنه وهي معايا ما عمركوش شفتوها زادت كيلو. يعني فنتو كيلو، فاكره فنتو كيلو، فنتو كيلو زي ما هي. الوش ما شاء الله زي ما هو زي القمر، الوزن زي ما هو على مر السنين دي كلها. السر ايه؟ السر بقى هي اللي هتقول لنا عليه، وتقول لنا هي ازاي ما شاء الله سنين كده. يعني بتهيألي انت ماسك ثابت. ما بيتغيرش الحمد لله. مفيش مره رحت جبت اكس لارج، مره لارج في حالتنا كده. لا تمام، لا تمام. انا ثابته. انا معايا كورس امان، انا معايا كورس التثبيت بتاع الوزن طول الوقت معايا، وده النهارده انا جايبه لك هديه بالمناسبه. انا جايبه لك النهارده كورس عالمي بقى. يعني شفتي العالميه اللي بتقول عالميه لازم تجيبي كورس عالمي. جايبه لك النهارده كورس ثلاث مراحل يا شفهالة. اول مرحله معايا هي سد الشهيه. انا عندي مشكله شراهه في الاكل، باكل كويس قوي، باكل على انفعال، لو انا متضايقه او انا مضغوطه نفسيا باكل كتير قوي، بلقط ورا الولاد طول الوقت، ده بيبقى اسمه اكل انفعالي. انا جايبه لك كورس النهارده هيخلصنا من اي مشكله شراهه في الاكل. ده اول كورس معايا، ده كبسولات ونقط واعشاب. جبت المنظومه كامله بتاعه النقط والاعشاب عشان تضعف لي معدلات حرق الدهون في الجسم، وكمان تنزل لي اي ميه زياده مختزنه تحت الجلد. حلو، كل ده في الكورس الاولاني. حلو قوي. كبسولات ونقط واعشاب دول عليهم خصم 60%. تمام. ده كافي معايا لمده شهر. في الشهر ده بنزل 18 كيلو يا جماعه، يعني اول شهر بنزل 18 كيلو مؤكدين. طيب انا جايبه مرحلتين كمان. تاني مرحله معايا هي كبسولات ونقط واعشاب مجانا تماما، مش هندفع فيهم اي حاجه خالص. دول هيكفوني شهر تاني، وهينزلوني من 8 ل 10 كيلو ما شاء الله، وهينحتوا لي اماكن تمركز دهون. فبقى معايا كمان مرحله النحت، يبقى معايا كورس سد شهيه وكورس نحت للقوام، ومعانا الثالث والاخير وده اهم واحد فيهم، كورس التثبيت اللي انا ماشيه عليه وما بزيدش في وزني بسببه. انا معايا النهارده كبسولات التثبيت ومالتي فيتامين ونقط. طب انا ليه حاطه لك كورس التثبيت مع بعض كامل؟ علشان اخلي لك معدل الحرق حتى بعد ما توقفي الكورس عالي جدا بالنقط اللي معانا، وكمان اظبط لك اي نقص فيتامين موجود في الجسم بالمالتي فيتامين اللي معايا، اللي هو في الشهر الثالث اللي هو الختام بقى. بالضبط. يعني في الختام اولا المالتي فيتامين بيعوض الجسم مثلا طول ما هو بنخس الشهرين اللي فاتوا اكيد لازم في فيتامينات بتنقص او كده. فشفتوا ريم بذكاء عملت ايه؟ جت في الشهر الثالث اللي هو الاخير. يعني معنى كده الكورس اللي ريم نازله بيه النهارده هيغطي قد ايه؟ 3 شهور. 90 يوم. 90 يوم ما شاء الله، ما انتيش محتاجه تجيبي اي حاجه خالص. كمان علبه الفيتامينات اللي ريم جايباها فيها بقى فيتامينات عده بقى، ريم هتقولها لنا دلوقتي. فهي حاطه لنا النقط، انا فهمت منها اشمعنى النقط، قالت لي علشان في ختام الثلاث شهور يفضل الجسم في حاله حرق على طول زي ما
والفيتامينات علشان نظبط اي نقص فيتامين حصل في فتره التخسيس، علشان وشك ما يبقاش شكله بيل، علشان تحت عينيكي ما يبقاش اسود، علشان ما نحسش برعشه او بضعف. كل ده يا جماعه بينتج عن ان احنا بنقلل اكل. طب ليه؟ انا جايبه لك النهارده المالتي فيتامين حمايه ليكي ولجسمك، يظبط لك اي نقص فيتامين حصل في الجسم، يمدك باي نقص فيتامين موجود. طيب كبسولات التثبيت انا جايباها عشان بعد ما نخلص ال 60 يوم اللي هننزل فيهم 28 كيلو مؤكدين اخلصهم واثبت بقى في الوزن الجديد. انا اول شهر يا شفاله بسد الشهيه، بعلي معدل الحرق، بنحت الجسم وبغير شكل الجسم. تاني شهر بشيل بقى اي ترهل ممكن يكون حصل وبظبط محاور الجسم كلها، سواء منطقه بطن، ارضيه، في اجنب مزدوجه، اي محور في الجسم مضايقني ببتدي اشتغل عليه كويس قوي في تاني شهر. ده بقى النحت بالظبط اللي هو مسؤول عنه الكورس التاني في الشهر التاني. مظبوط. يعني انت في الشهر الاولاني بتخسسي. بخسس وبنحت، بس الشهر التاني بتبقى النحت اعلى بكتير وبيغير شكل الشيب بشكل مختلف تماما في الشهر التاني. حلو. والتالت؟ التالت بنثبت الوزن بقى. خلصنا عليكم. نزلنا 28 كيلو 30 كيلو ما شاء الله. نثبت بقى. شهرين كاملين في تخسيس وفي نحت، معاكي شهرين كاملين. كبسوله مزدوجه، يعني ايه كبسوله مزدوجه؟ يعني انا مش بس بسد الشهيه، لا انا كمان بغير شكل الجسم تماما. ازاي؟ بتقنيه الميزوثيرابي الموجوده في الكبسوله. بنروح في العيادات ندفع مبالغ كتيره جدا. صح. علشان اعمل عمليه او اعمل جلسه تغير لي شكل جسمي. طيب انا النهارده جايبها لك في كبسوله عشبيه، الياف طبيعيه واعشاب وفيتامينات في كبسوله، وانت قاعده مكانك هتغيري مقاسك من 3 ل 5 سنتي كل اسبوع. مش بس كده، هتصغري حجم معدتك كانك عملتي تكميم طبيعي للمعده. حلو. وانا قاعده في مكاني ما اتحركتش من مكاني، واهم ما في الموضوع، اهم نقطه تهمنا كلنا، من غير حرمان، من غير حرمان. يعني ريم مش هتيجي تقولك معلش بقى عشان تنزلي معايا في الوزن ما تاكليش كذا وما تاكليش كذا واعملي كذا وروحي العب رياضه واوعي مش عارف عيش، اوعي سكريات. لا، ريم النهارده مع كورس الثلاث شهور بجد العالمي ما شاء الله عليك يا ريم، هي عارفه كل حاجه في حطاها في الكورس هتعمل ايه وهتفيدكم ازاي. مش بس كده، من غير حرمان، وزي ما قالت لنا من غير ما تتحركوا من مكانكم. طبعا دي حاجه مهمه جدا خصوصا لمرضى السمنه. ده حقيقي. صح كده، ما بيبقوش قادرين يتحركوا وفي نفس الوقت ما فيش نفسيه. أيوة. صدقين ان هما ممكن ينزلوا في الوزن، عندنا اكتئاب واحباط طول الوقت، وده طبيعي لان بيبقى بقالنا شهور وسنين بنجرب يا شفاله ننزل في الوزن وما بنعرفش ننزل في الوزن بسهوله. ليه؟ لان انا دايما بيبقى عندي لا شراهه في الاكل، لا حرق ضعيف، لا مريضه ومش قادره اعمل دايت، بيبقى في حاجات كتير قوي الحاله بتعاني منها. طيب انا ازاي احل كل الحاجات دي؟ بتصل على الارقام اللي على الشاشه دلوقتي، معايا فريق طبي كامل على اعلى مستوى هيبتدي يساعدني. لو عندي اي مرض مزمن هيقول لي الكورس المناسب ليا، لو عندي اي مشاكل صحيه، لو عندي اماكن تمركز دهون، لو عندي شراهه في الاكل، عندي ضعف حرق، اي مشكله بقولها له وبيبتدي فورا يحلها لي. ومعاكي متابعه مجانيه 3 شهور، فريق طبي بيتابع معاكي من غير ولا جنيه مقابل. طيب يبقى احنا يا جماعه عندنا ارقام التليفونات موجوده قدامكم على الشاشه حالا، نتصل باذن الله على اي رقم من الارقام، وكل رقم من دول اللي موجودين قدامكم على الشاشه ما تاخدوش ارقام من بره، الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه بس، وكل رقم من دول عليه خدمه الواتساب المجانيه. تك 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 كده، انا عايزه كورس النهارده، الكورس اللي ريم نزلت بيه النهارده عرض الثلاث شهور، هتلاقي على طول الدكتور او الدكتوره من الفريق الطبي بيردوا عليكم وبيتابعوا معاكم خطوه بخطوه لمدة الثلاث شهور، ودي متابعة مجانية. مش بس كده، كمان صفحة الفيسبوك هتنزل لكم دلوقتي اهي قدامكم على الشاشة، مفيش صفحة تانية، ما تاخدوش اي كورسات ولا اي حاجة من اي صفحات تانية، الصفحة الوحيدة والرسمية اللي تطلبوا منها العرض النهاردة، عرض الثلاث شهور بكل المكونات اللي فيه، لان دي الصفحة الوحيدة اللي فيها المكونات الطبيعية 100%، شحن مجانا لغاية باب البيت لجميع المحافظات، متابعة مجانية من فريق طبي على اعلى مستوى لمده الثلاث شهور. قبل ما نكمل كلامنا بقى اسمحي لي بس ان اتوجه بقى بالتهنئه لعبد الوهاب. طبعا. عيد ميلاده النهارده. كل سنه وانت طيب يا عبد الوهاب، اشطر رئيس تحرير انا اتعاملت معاه. كل سنه وانت طيب ومزيد من التفوق والنجاح كده يا رب، واشوفك في اعلى المناصب يا رب، اللهم امين. كل سنه وانت طيب يا عبد الوهاب. طبعا. كل سنه وانت طيب. طيب نرجع نكمل الكوش بتاعنا. احنا النهارده الكوش بتاعنا 3 شهور، وانا قصدي اقول كلمه 3 شهور علشان الناس اللي بتبقى خايفه بعد ما ننزل في الوزن نرجع نزيد تاني، لا انت معاكي امان النهارده التثبيت. الناس اللي بتبقى خايفه تنزل في الوزن وزن كبير وتلاقي ترهل، لا انت معاكي النهارده كورس النحت كمان هديه، يبقى معانا 90 يوم كاملين سد شهيه نحت قوام، وهما نقسمهم 3 مراحل، سد شهيه نحت قوام وتثبيت وزن، يعني معاكي 3 شهور من تغيير شكل شيب كامل في خلال فتره 90 يوم بس. ما شاء الله.
بدون حرمان. بدون حرمان. بدون حرمان. والشحن مجانا لغاية باب البيت. طبعا هرجع تاني واقول لكم ما بقاش في حاجة اسمها مجانا دلوقتي. ده حقيقي. يعني بالعكس ده الاسعار بتعلى. فتخيلوا بقى لا احنا عندنا الاسعار ما بتعلاش بالعكس. ده احنا بنعمل لكم حاجات كتير مجانا. دي هدايا غير الهدايا المجانية اللي ريم منزلها النهاردة على الكورس. عندنا الشحن مجانا لغاية باب البيت. ما تدفعيش ولا جنيه شحن. احنا بنقولك على الهواء. ايوه بالظبط. تدفعيش ولا جنيه شحن. كمان المتابعة مجانية من دكاترة على أعلى مستوى. اللهم بارك عليهم. بيفضلوا معاكم خطوة بخطوة. 3 شهور متابعة مجانية مع الدكتور أو الدكتورة اللي هيردوا عليكي. مش هيسيبوكي. هيفضلوا معاكي لغاية بإذن الله لما توصلي لبر الأمان. زي مريم قالت هتخسي وتنحتي جسمك تظبطي وكمان تثبتي الوزن وكمان اي فيتامينات قلت من جسمك اثناء التخسيس. على طول ريم جايبه لنا النهارده علبه مالتي فيتامين ما شاء الله عليها. هتمد الجسم باي فيتامينات نقصت. وشك ينور. بشرتك كده تبقى صافيه زي بشره الاطفال. صحتك تبقى كويسه. تبقي خسيتي وصغرتي وحلويتي وكمان بشرتك بقت عامله زي بشره الاطفال. ايوه بالظبط. احنا بنبقى بنعمل كورس جمالي يا شفهاله. يعني انا مش بس عايزه اقضي على الشكل اللي مش كويس او السمنه كشكل على الجسم. لا انا عايزه كمان اخلي شكل وشك لطيف. ما فيش تحت عينك اي سواد. ما فيش شحوب في بشرتك. ما فيش ضعف في جسمك كله. انا النهارده حاطه لك المالتي فيتامين علشان تبقى زي ما شفهاله قالت خسيتي وحلويتي وصغرتي زي ما دايما بتقول. دي بقت بنتها في الصور. ايوه بالظبط والله. يعني دي كلمتي اللي خلاص الناس عرفتها. يعني كل ما بشوف صوره بعد ما بتخس كده وتنحت وتحلو تحس انها كانها بقت بنتها اختها الصغيره صاحبتها. مش ممكن ابدا. يعني دايما السمنه يا جماعه بتدي سن اكبر من السن الحي وبتغطي على الملامح. يبقى عندها 30 سنه ويقولوا لها عدي يا حاجه. ايوه بالظبط. ودي كلمه تجرح جدا وتضايق جدا. انا عايزه اشرح للناس باستفاضه كده طريقه عمل الكبسوله يا شفاله. طب ناخد الاول تليفون ونرجع بقى نشرح الكبسوله. مين معانا على التليفون يا جماعه؟ يا جماعه مين ممكن حد يقول لي يا جماعه مين معانا على التليفون؟ مدام نيرفانا. مدام نيرفانا كيف عامله ايه؟ اهلا وسهلا. اسلم ايدك على الحاجات الحلوه اللي يا حبيبه قلبي نورتينا. الله يخليك يا شيف. والله صراحه انا عندي شكوى يا شيف. ليه؟ تاخد الكورس وبقالي 3 مرات بحاول كل ما اتصل يقولوا لي خلص. بقالك 3 مرات بتحاولي عايزه تاخدي الكورس وبيقولوا لك خلص. بتتصلي متاخر. ده دي بتتصل. شوفي انا حليت لك المشكله وانا قاعده في مكاني. بصي بصي يا مدام نيرفانا ما شاء الله المنتجات بتبقى كتيره وبتبقى تكلفتها عاليه فاكيد الكميه بتبقى قليله. فعشان كده دايما بقول لكم واحنا بنتكلم اتصلوا دلوقتي يا جماعه. فمعلش يا مدام نيرفانا اتصلي دلوقتي على طول. مدام نيرفانا الموضوع بيبقى فرصة. فأنا عايزاكي تاخدي الفرصة وتتصلي دلوقتي. بالزبط. الكمية للأسف غصب عننا بتبقى محدودة. لأن أنا ببقى جايبة هدايا كتير والهدايا كلها قيمة. فكمية غصب عني لازم تبقى محدودة. أنا حطالك كورسين النهاردة هدايا مجانية. ومش بس كورسين. لأ كورسين قويين جدا. منهم واحد نحت وواحد تثبيت. يعني لو جيتي اشتريتيهم لوحدهم هتدفعي فيهم مبلغ كبير. صح. فأنا النهاردة جايبة لك كورسين هدية على الكورس الأساسي اللي أصلا عليه خصم 60%. فأنا بعتذر. هتتصلي دلوقتي تلاقي الكورس موجود والخصم والهدايا موجودين ان شاء الله. تلحقي. وهطلب منك بقى طلب شخصي يا ريم. اتفضلي يا ان حضرتك تبلغي الشركه مدام نيرفانا لو تحديدا ليها كورس. والله عشان عشان حراميه كده. واضح ان هي بتحاول 3 مرات يا عيني. بس هي المشكله كلها ان اي حد بيتصل متاخر يا جماعه وارد جدا جدا انه يقع في نفس المشكله بتاعت مدام نيرفانا. من فضلكم اتصلوا بدري لان بجد الهدايا قيمه. عارفين انتوا علبه المالتي فيتامين دي لوحدها لو جبتوها من بره مثلا هتبقى بكام لوحدها؟ كورس التنحيت ده لوحده اللي هو بعد ما الجسم بيخس محتاجين نظبط الجسم. نشد ترهلات، نشيل ستريتش معاك، نشد كل الجسم بنخليه شكله طبيعي. بالزبط. كاني ما نزلتش في الوزن ولا تعرضت اصلا ان انا كان عندي سمنه اصلا. فانا جايبه لك النهارده هدايا قيمه فعايزاكوا تركزوا قوي. الخصم بيبقى موجود والهدايا بتبقى موجوده بس الوقت محدود للاسف والكميه محدوده. فانا عايزه الناس تلحق قبل نفاذ الكميه علشان ما يحصلش معاهم فعلا اللي حصل مع مدام نيرفانا. طيب نرجع بقى لموضوعنا الكبسوله بقى. وكنت هتشرحي الكبسوله طريقه عمل الكبسوله بقى. احنا بناخد الكبسوله وناخد وراها كوبايتين ميه كبار. الكبسوله معموله من الياف طبيعيه واعشاب وفيتامينز. لما باخد ورا الالياف الطبيعيه دي كوبايتين ميه كبار بتبتدي تنفش لي تاخد لي حيز من فراغ المعده. الحيز ده قد ايه؟ 85% تقريبا.
فببتدي بدل ما كنت باكل طبق رز كامل باكل ربع طبق الرز لان انا الكبسوله عملت لي تكميم 85% بالالياف اللي جواها، فهاكل ربع طبق الرز وهبقى راضيه وشبعانه وممتلئه تماما. اوريدي انا معدتي مليانه بالالياف الطبيعيه اللي انا اديتها ميه بالكبسوله، فاصبح ان انت عملتي تكميم طبيعي للمعده. طيب لو انا قعدت اسبوع باخد الكبسوله وجيت يوم نسيت، هل هتاثر وهاكل كتير قوي؟ لا مستحيل يا شفاله، انا اوريدي بقالي اسبوع عامله لايف ستايل جديد للجسم، فخليت لك انت دلوقتي حجم معدتك ابتدى تدريجيا يصغر علشان بعد ما توقفي الكبسوله تبقى حجم معدتك اوريدي صغر خالص، فتاكلي 15% للكبسوله عودتك عليهم على مدار شهرين كامل، خلاص تشبعي من اقل حاجه بالظبط وخلاص تتعودي على كده بالزبط. حتى بعد الثلاث شهور ان شاء الله لما يخلصوا الناس اللي بتقعد تسال تقول لك طب انا في خلال الثلاث شهور كنت بخس عشان انا باخد المنتجات باخد الكورس بتاعي، طب الكورس خلص والثلاث شهور خلص. طب ما انا ايه اللي يضمن لي ان انا صغرت حجم المعده وقضيت على الخلايا الدهنيه اصلا العنيده كمان فاصبح ما فيش مكان لا تتكون فيه الدهون العنيده تاني ولا في مكان في المعده تاكلي تاني بالزبط. يا تاكلي حجم قليل ورفعنا الحرق كمان بالنقط اللي موجوده معانا. النقط دي يا جماعه دي جبار، تعالوا نقولها بالبلدي كده دي نينجا النقط دي. النهارده كمان معانا الثلاثه نقط النينجا، ثلاثه كل كورس من الثلاثه فيه نقط، في النقط اللي بتعلي الحرق كاني لعبت ساعتين رياضه في اليوم من غير ما اتحرك من مكاني وانا قاعده بطبق وصفات الشيف هاله الحلوه. حلو، عشان كده في ناس بتقول لك انا الاول ما باخد الكورس بحس بنشاط وحيويه وعايزه اتحرك وناس تقول لك انا حاسه ان انا عرقانه طبعا كل عشان بعلي معدلات حرق الدهون فده بيخليكي ان انت حاسه ان انت عندك طاقه انك تتحركي وكل ده بيخليني انزل في الوزن. طيب الناس بتقول لي انا بعطش قوي بعد الكبسوله، طبيعي ان انت تعطشي بعد الكبسوله ليه بقى؟ علشان انا عايزاكي تشربي ميه اوريدي عشان الالياف الطبيعيه تنفش في معدتك فتاخد الحيز الكبير بالظبط، تاخد حيز كبير قوي من المعده فتاكلي اقل من وجبتك 85%. ليه بقول 85%؟ علشان كاني عملت تكميم بالظبط، دكاتره التكميم بيقصوا المعده 85%. يا فانا ليه اعرض نفسي للكلام ده؟ يا خبر ابيض، كلمه صعبه جدا. وبعدين طبعا انت تعرضي نفسك لكده بمزاجك، يعني انت تبقي كويسه، انت اللي رايحه تعرضي نفسك للعمليه والمشرط والجراحه والتحاليل واشعاعات وفي الاخر اكل واتعب واكل وارجع لاني بقيتش عارفه استمتع بنعمه الاكل. صحيح. طب انا ليه اعرض نفسي لكل ده وانا معايا كبسوله عشبيه مرخصه وزاره صحه مصريه؟ من اول استخدام بيبان عليا النتيجه. يعني ايه من اول استخدام؟ يعني انا ما بقولكيش استني شهر عشان تشوفي النتيجه، انا بقولك جربي من اول يوم فرق شهيتك، جربي من اول اسبوع فرق مقاساتك وفرق شكلك، هتجربي في خلال اسبوع شكل حياتك كله هيختلف تماما. حلو، يعني من اول يوم اول ما اخد الكبسوله الفرق اللي هنحس بيه، مش طبعا مش هتخسه اول يوم يعني عشان الناس تقولي كده، يعني انا اخد الكبسوله من هنا واطلع على الميزان مش للدرجه دي. لا، احنا اول حاجه بنحس بيها اول ما ناخد الكبسوله انا شبعانه، زي مريم قالت لك كده التلقيط، حاله التلقيط دي، ورايحه جايه تفتحي في الثلاجه وتقفلي في الثلاجه هتلاقي نفسك ما بتعمليش كده. دي اول حاجه مع اول يوم لاخدان الكبسوله. امال بعد اسبوع؟ لا يا ستي، اطلعي على الميزان بقى براحتك وشوفي فرق الوزن مع اول اسبوع، لكن اول يوم انا شبعانه، هتلاقي نفسك رايحه جايه طول اليوم في البيت كده، ايه ده انا شبعانه بجد؟ هو انا مش عايز اكل ده؟ مش رايحه دايما نحطهم في تجربه حقيقيه؟ لا مفيش الكلام ده، دايما نحطهم في تجربه حقيقيه يا شفاله. اللي هو ايه؟ اللي هو انا هحط طبقي اللي انا متعوده عليه، اللي انا باكل الكميه اللي فيه اوريدي، خلاص اول يوم هحط نفس الطبق وهاخد الكبسوله وبعدها هجرب اكل، مش هخلص طبقي اللي انا متعوده عليه تماما. ودي التجربه الحقيقيه اللي عايزاكي تشوفيها من اول يوم، فرق تام في اختلاف الشهيه بالظبط. اتحدي شهيتك، تعالي نسميها بقى اتحدي شهيتك مع الكبسوله. يعني ريم بتقول لك بصوا التحدي العالمي بقى، خدي الكبسوله وبعديها بساعتين اغرفي نفس الطبق اللي انت متعوده عليه وحطيه قدامك ورينا بقى هتاكلي ازاي. ورينا شطارتك، بس ما تاكليش عند. ايوه بالظبط، ما تاكليش عند. هياخد الكبسوله مش تعرف حتى تاكل عند بقى. هي دي الميزه شفاء والله، اصلا هي اوريدي معدتها ممتلئه، هي حاسه بامتلاء في المعده فبتاكل اللي هي قادره تاكله فقط، بس بعد كده خلاص انا شبعانه وشبعانه طبيعي، وده بيخلي المود حلو والنفسيه حلوه. ده حقيقي. الكبسولات كمان مدعمه بفيتامين بي 6 اللي بيخليكي تحسي ان انت مبسوطه ومودك حلو وريلاكس، مش انك متنرفزه ومتعصبه، لان كل الحاجات اللي فيها كيماويات مش اللي هي موجوده معانا ابدا النهارده، الحاجات اللي فيه داخلها كيماويات دي بتعمل عصبيه ونرفزه لا انا النهارده جايبه لك كوش ملوش اي سايد افكت، الكوش بتاع النهارده الياف طبيعيه واعشاب ما فيهوش اي كيميكلز، طبيعي وكله حاجات طبيعيه وفواكه استوائيه حارقه، فبالتالي بفيد الجسم بالايجاب مش بضر الجسم تماما. وكمان بلاش الانظمه الخاطئه ودخلالي في دايت ومش دايت وتفضل انا قاعده ما حدش يكلمني، انا مش قادره اقف على رجليا، انا مش عارف ايه وعلى ايه، وفي الاخر تروح جايه في نهايه اليوم هتقولي شويه ميه بسكر.
باظ كل اللي عمال يدوس. تعالي ناخد هبه على التليفون. يا هبه اهلا وسهلا. يا هبه كيف حالك؟ ازيك يا قمر؟ الحمد لله رب العالمين. انا بموت فيكي والله. يا رب يخليك من القلب للقلب يا هبه والله. الصحه والعافيه ويديكي كل خير. اللهم امين. يسلم بقك. ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي بجد؟ فين دي؟ في ايه بقى؟ في الكورسات؟ اه. عملت ايه بقى؟ انا حسيتها والله. بصي حسيتها. قولي لي صوتك بيقول. اه طبعا الحمد لله. ده انا مبسوطه جدا والله. ربنا يجازيكي خير بجد انك عرفتينا على الناس دي. الله يكرمك يا حبيبتي. ربنا يخليك. فرحينا معاكي بالعالمين. انا كان وزني 100 وعندي خمول في الغده الدرقيه وعندي نقص في فيتامين د. الحمد لله الحمد لله نزلت 20 كيلو ما شاء الله لا قوه الا بالله. 20 يوم ما شاء الله في 29 يوم ما شاء الله لا قوه الا بالله. حلو قوي. مع يعني مشكلتين شهر. صعبين جدا يا ريم. نقص فيتامين د وخمور غده درقيه. يعني احنا شبه زيرو حرق في الجسم. اولا مبروك عليكي نزول الوزن الكبير قوي ما شاء الله ده. انا عايزاكي تكملي، عايزاكي توصلي الوزن المثالي. احنا طولنا قد ايه يا استاذه؟ واضح ان هي مش معانا. يا استاذه هبه الو. ايوه يا هبه سامعانا؟ اه سامع حضرتك. طولي 160. طول حضرتك 160. يعني احنا محتاجين ننزل شويه كمان. فانا عايزاكي تاخدي الكورس بتاع النهارده بقى. لا. ده كده رضا قوي ده الحمد لله. مكمله. لا ربنا يجازيكي خير. مكملة. يا دكتوره ريم بجد الله يسعدك يا رب. شكرا ليكي. انا اللي ربنا يجازيكي خير والله. طيب ممكن اسالك كام سؤال؟ نعم ممكن اسالك كام سؤال. طب انا ممكن اقول لك حاجه بس؟ اه طبعا. يعني الحمد لله رب العالمين. لا حسيت بسقوط شعر اللهم لك الحمد ولا حسيت بتعب. عارفه حاسه ان انا ريشه كده وبقيت اعرف اتحرك الحمد لله واسجد واصلي وبدعي. ايوه الله الحمد لله الحمد لله. بقول لكم ايه بجد والله ربنا يجازيكم خير على اللي عملتوه معايا. ده كفايه علينا اقسم بالله. احنا بنبقى عايزين دعويكم دي بس. ربنا يسعدك يا استاذه هبه. وانا عايزاكي تكملي وما بقاش عندي اسئله من كلام حضرتك الحلو. انا عايزاكي تستمري على الكورس وعايزاكي تمشي مع الفريق الطبي لحد اخر يوم في كورس التثبيت كمان علشان نثبت على الوزن اللي احنا وصلنا له ان شاء الله. ان شاء الله. وحابه اشكر الفريق الطبي بجد والله العظيم. ناس بتتعب جدا. شكرا لحضرتك. حبيبتي نورتينا. واعتقد ان انت لو مكمله يا هبه يبقى ما فيش انسب من النهارده وعرض النهارده 3 شهور. وانا عاجبني جدا يا جماعه فكره ان في مالتي فيتامين موجود مع الكورسات النهارده. ده مهم جدا. مين مننا في الفتره دي مش محتاج ياخد فيتامينات؟ كلنا. ده الاطفال يا ريم، الاطفال بسنه وسنتين وتلاقي الدكتور يقول لك ده محتاجين ياخدوا فيتامينات. طبعا لان احنا كلنا دلوقتي اكلنا معتمد على الجانك فود، الاكل بتاع بره والحاجات دي، ودي حاجات ما فيهاش اي حاجه صحيه. فانا النهارده جايبه لك المالتي فيتامين ده عشان نعوض اي نقص اوريدي عندك او حصل لك. فاحنا ناخد المالتي فيتامين النهارده هيظبط لنا اي نقص فيتامين في الجسم موجود. صحيح. بلس ان انا جايبه كورس تخسيس كبير قوي. انا قصدي اقول كبير قوي. احنا النهارده 9 منتجات يا شفاله، منهم 3 علب كبسولات 3 نقط، ومعانا المالتي فيتامين، ومعانا كمان النهارده الاعشاب بتاعتنا 2 اعشاب. فانت معاكي مجموعه كبيره جدا هتنزلك في الوزن مؤكد 30 كيلو في خلال فتره شهرين. فانا عايزاكي تشتغلي على نفسك، صحتك اهم حاجه، اهم من شكلك صحتك. طبعا الصحه اولا. عندك اي مشكله صحيه النهارده الكورس مناسب معاكي. تتصلي بالفريق الطبي تقولي له كل مشاكلك الصحيه، تقولي له وزنك سنك طولك، وبيبتدي يعمل لك فايل وبتمشي معاه على الفايل ده. كل اسبوع بتنزلي في الوزن بيبتدي ينقص لك الوزن لحد ما توصلي للوزن المثالي. يعني زي ما بنقول كده بيفضلوا ماشيين معاهم خطوه خطوه لغايه باذن الله لما توصلوا لبر الامان زي حبايبنا اللي هنشوف صورهم دلوقتي اللي ما شاء الله عليهم. شوفوا التغيير في الشكل والصحه والحياه عموما. ادي مثلا اول صوره معانا في السن. في السن بقى خليها في السن. مظبوط. يعني بصوا يا جماعه تخيلوا الفرق. تخيلوا هي فتحت لنفسها حياه جديده ازاي. ده حقيقي ما شاء الله. بصي منطقه البطن يا شفاله، ودي اهم منطقه ودايما هنتكلم عنها. منطقه البطن بتبقى دهون حشويه عنيده مش سهله في النزول خالص. وساعات كتير بتبقى المنطقه دي ومنطقه الارداف بتبقى سمنه وراثيه. فنزولها بيبقى شبه مستحيل. معانا احنا ما فيش حاجه اسمها شبه مستحيل. احنا الكورس بينزل من 3 ل 5 سم مؤكدين في المقاس كل اسبوع. فهو ده اللي خلى شكل الجسم اختلف تماما. مش بس خست، لا هي نزلت 30 كيلو وكمان نحت شكل جسمها. فباين ان 30 كيلو دول يدوك 40 كيلو على الحقيقه. ليه؟ صح. لان الجسم اترتب والدهون اتغير شكلها واتنحت تماما. فاصبح في وسط واصبح ما فيش بطن. صح. شكل الشيب اختلف تماما. خلال فتره قد ايه؟ شهرين. وخدت شهر التثبيت وثبتت على كده. واول حاجه قالتها لنا بدعي لكم زي استاذه هبه.
يعني يا جماعه تحولت لانسانه تانية بالشكل ده مش في 3 سنين، ده في 3 شهور. انتوا متخيلين؟ مش في 3 سنين، مش قعدت 3 سنين من عمرها حرمان ورياضه ووجع قلب وحرمه نفسها من اكل وشرب وفي الاخر عمرها ما توصل للمرحله دي. لا، المرحله دي وصلت لها بفضل الله 3 شهور وتحولت لانسانه تانية. الحمد لله. طيب بصوا بقى الصوره دي، دي عالميه. الصوره دي عالميه لان احنا بعد ما نزلنا البطن بقينا نتمرن جيم يا شفاهي، فشكل الجسم كله اترسم واختلف، بقى عندنا كده عضلات وحركات. فانا عايزه الناس دلوقتي تبتدي تاخد الكورس، اللي عندها مشكله في البطن بس حتى تتصل تقول انا عايزه الكورس بتاع منطقه البطن، عندي مشكله في الارداف تتصل تقول انا عايزه الكورس بتاع منطقه الارداف، اي اماكن تمركز دهون اتصل فورا اقول لهم انا عايزه الكورس بتاعها. فبناء عليه شكل الحاله بيتغير كده. احنا هنا نازلين 18 كيلو في فتره شهر، ما شاء الله 18 كيلو. واهم حاجه انك قضيتي على منطقه البطن، ما حصلش اي ترهل، لو كان في ترهل كان ظهر من الهدوم. والاهم من كده يا ريم على الصوره كده يا جماعه وهي قدامكم، لو اي انظمه تانية بنتبعها بنخس واحنا تعبانين، لو خسينا كمان بنتعب والصحه بيبان عليها ان انتوا خسين، واللي بيقابلكم في اي حته لكم مالك او مالك، انت عيان انت عيانه، شوفوا الصوره دي خس وبصحه بالظبط، العضلات بانت اللي ما شاء الله الصحه، تحول لراجل رياضي اصلا، جسم فاء كمان، ده حقيقي. اهي الصوره تتحدث عن نفسها. الحمد لله. في معانا صور تانية يا جماعه، يلا هاتوا صور تانية شباب بقى. هي منطقه البطن، لا احنا هنا كنا سننا صغير وكان باين ان احنا شباب والله. احنا هنا 16 سنه، لا كنا بنلعب كوره ولا كنا بنتحرك، لان انا مش قادر اتحرك بسبب وزني الزياده. أوه. وما كنتش بتصور عشان وزني الزياده برضو. هنا احنا نزلنا قد ايه شفاله؟ قولي لي نزلنا قد ايه؟ 25 كيلو في خلال فتره شهر ونص. والله انت لو كنت سالتيني كنت قلت لك بالظبط 25 كيلو في فتره شهر ونص. برضو الجسم الرياضي، العضلات اللي بانت ما شاء الله بعد ما كان محبط، انت حولتيه لحد حابب الحياه وعايز يتحرك وعايز يلعب رياضه وعايز يلعب كوره وعايز يخرج، شكل لبسه اختلف، هو نفسه شخصيا اختلف. وبعدين انت بتقولي 16 سنه، يعني انت تخيلي لو كان كمل على كده كانت حياته هتبقى عامله ازاي، ولما يكمل على كده حياته هتبقى عامله ازاي. بالظبط. في فرص كتير قوي بتبقى مقفوله معانا بسبب السمنه. النهارده انا بفتح لك حياتك، بخليك تبص للحياه بشكل تاني من غير حرمان ومن غير قيود، ودي اهم حاجه. انا باكل اللي نفسي فيه يا شفهاله، باكل كل حاجه. طيب نزول الوزن معايا مضمون؟ مضمون 100%. يعني انا باكل اللي نفسي فيه وفي نفس الوقت ريم كمان، يعني تعالوا نطبق الكلام ده على ريم، بتاكل كل حاجه وطبعا انتوا عارفين بتخبي الاكل فيديوهاتها كلها معايا ومع ذلك زي ما قلت لكم في اول الفقره ما شاء الله عليها، يعني جسمها ما اختلفش، ما زادتش ورجعت خست، لا هي زي ما هي. في صور تاني معانا؟ الحمد لله. طيب لو حضرتوا صور تانيه قولوا لنا. ريم انت بتاخدي الكبسولات على طول؟ طبعا. ده اهم حاجه، لان انا عايزه ابقى طول الوزن طول الوقت وزني يبقى ثابت. فباخد كورس تثبيت، ولما الاقي نفسي انا حاسه ان انا زدت ببتدي اخد كبسولات النحت، بقى اماكن تمركز دهون كده نشتغل عليها. لو انا عايزه محتاجه سد شهيه مثلا مسافره ولا حاجه، فباخد معايا سد الشهيه، لان طبعا انت عارفه السفر بيبقى فيه اوبن بوفيه، واحنا داخلين على رمضان يا شيخه. داخلين على رمضان وعزايم كتير وسحور بره وخروجات كتير واكل مش محسوب السعرات بتاعته. فانا بقول لك تعالي هنا، مش عايزاكي تحسبي ولا عايزاكي تمشي بالورقه والقلم، انا عايزاكي تاخدي كبسوله كامان، سد شهيه، تعليه معدل حرق، نحت خلايا دهنيه، تفتيت الخلايا العنيده وبقضي عليها في اول استخدام. يعني انا بعمل كل حاجه في وقت واحد، واخر واحده ودي الاهم اني بثبت الوزن بعد نزوله. طيب انا بيجي لي حاله يائسه جدا يا شفاله، ودي حاله مهمه جدا لان الثلاث ارباع الناس واصله لها، اللي هي ايه؟ عندها احباط انها عمرها ما تخس. احباط وثبات وزن. عمرها ما تخس. بقالي يا دكتوره 4 شهور بحاول انزل في الوزن، والاربع شهور دول بنزل بعد حرمان كتير جدا نص كيلو وكيلو، وازيد اكتر منه في اليوم الفري. بالظبط. اليوم الفري بقى اروح جايبه كل اللي انا محرومه منه طول الاسبوع، ودي معلومه خاطئه. دازت. دي معلومه خاطئه، هو اصلا مش يوم فري، هي شيت ميل واحده، هو المفروض ان انا اخد وجبه واحده اكل فيها كل اللي نفسي فيه. مين ده يا ريم؟ بناكل كل الوجبات بتاعت الاسبوع كنا بنشيلها في الفريزر لحد ما نيجي اليوم الفري. طب انت بتقولي فيها والله ده اللي بيحصل. ماما ده اللي بيحصل. ماما عامله مكرونه بشاميل، طب انا هشيل حته لليوم الفري. تاني يوم ماما عامله محشي، اشيل طبق لليوم الفري. بالظبط بالظبط. وتعالي عيشي بقى هتلاقي نفسك زدتي اكتر من
اللي نزلتيه ده لو نزلتي اصلا بالظبط. ويبتدي بقى رعشه الايدين، شعر بيقع، عيون البنده الهالات السوداء الاصفر، انت حاسه انت عيانه يا حبيبتي مالك بالظبط. فلا انا مش عايزه كل ده، عشان كده انا حاطه مالتي فيتامين، عشان كده انا حاطه لك كبسوله بتقلل لك من الشهيه العاليه قوي اللي عندك، وفي نفس الوقت الكبسوله بتكسر لي فتره ثبات الوزن. بيجي لي دايما الحالات اللي بتبقى عامله دايت كتير ومجربه منتجات ملهاش اي اساس من الصحه، تيجي لي تقول لي انا بقالي كتير بحاول مش عارفه انزل في الوزن. هي بيجي لها حاجه كده، الجسم بيحس انها بتحاول تنزل فبيبتدي يحتجز الدهون اللي عنده، فبيجي لها فتره عندنا اسمها فتره ثبات الوزن. الفتره دي ما يكسرهاش غير كبسوله قويه جدا زي بتاعه النهارده. فانا جايبه لك كبسوله هتكسر لك ثبات الوزن، هتعلي لك الحرق، هتسد معايا الشهيه 85% 24 ساعه، وكمان هتنحت لي اماكن تمركز الدهون، والاخيره والاهم ان احنا بنثبت الوزن. قبل ما نختم على طول نقول تاني الكورس على بعضه بقى، يلا. اللي هيوصل شحن مجانا لغايه باب البيت ومتابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى. المنتجات اللي هتوصل الكورس النهارده اللي هيوصل لنا كبسولات ونقط واعشاب يا جماعه كافيين شهر، دول بخصم 60% عليهم النهارده. كورس كامل لنحت الجسم وكورس كامل لتثبيت الوزن. الكورس بتاع تثبيت الوزن فيه المالتي فيتامين يا جماعه النهارده هديه مجانيه. هيوصل لي 90 كبسوله سد شهيه ونحت قوام وتثبيت وزن 3 شهور كاملين يا جماعه، شحن مجانا ومتابعه مجانيه. المتابعه مجانيه طبعا من فريق طبي على اعلى مستوى. شكرا يا ريم، شكرا لك، نورتيني يا حبيبتي، اشكرك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تكون عجبتكم وتنال رضاكم، واشوفكم على خير ان كان لينا عمر ان شاء الله حلقه جديده تعجبكم اكتر واكتر. والسلام عليكم.